مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بـ SAE Virtual Open Day. اليوم رح نخبركم أكثر عن SAE، شو هي التخصصات يلي منقدمها وشو هي فرص العمل يلي رح تكون متاحة للطلاب خلال دراستهم ومن بعد انتهاء البروغرامز يلي عم يدرسوها. كمان رح ناخدكم بجولة افتراضية بكليتنا لنورجيكم الفاسيليتيز المتوفرة لطلابنا بكل تخصص. رح نبلش مع مدير الإرشاد المهني مستر زيد ديب يلي رح يحكي لكم أكثر عن SAE. Thank you مرح. مرحبا، كيف حالكم كلياتكم؟ أهلا وسهلا فيكم في اليوم التعريفي الافتراضي اللي عملنا اليوم في SAE. الهدف من اليوم التعريفي هذا أنه نعرف كل الطلاب على تخصصات المتوفرة في سوق العمل، نعرفهم على تخصصات غير تقليدية ومطلوبة بنفس الوقت. نعرف أنه كثير منكم بهذا الوقت لسه محتار قرار مو سهل، وحابين اليوم نحن، والهدف الأساسي من اليوم الافتراضي هذا أنه نحن نعرفكم على تخصصاتنا لحتى نسهل عملية اتخاذ القرار. بصراحة حاب أبلش بإنترودكشن صغيرة عن SAE. SAE هي قسم وسائل الإعلام الإبداعية في LTUC. افتتحت SAE سنة 1976 بأكثر من 47 فرع ب 23 دولة في العالم، موجودين بعمان من سنة 2007، ومن 2007 لليوم وكل تخصصاتنا مرتبطة بالميديا الإبداعية. مندرس 6 تخصصات مختلفة بمسارات مختلفة كمان. في عنا بكالوريوس معتمد تعليم عالي أردني بتكون مدته 4 سنوات، دبلوم جامع متوسط مدته 2 سنوات، ودبلومات تدريبية وفنية أخرى. التخصصات الموجودة عندنا بـ SAE هي أول تخصص هنحكي عنه هو تخصص صناعة الأفلام. زي ما احنا كلنا عارفين صناعة الأفلام في الأردن سنة عن سنة عم تزدهر وعم بيزيد الطلب عليها كل يوم. الأردن عم بيكون أحد المواقع المطلوبة بشدة، خصوصاً منطقة وادي رم، وكثير من الانترناشونال برودكشن هاوسز وبرودكشن هاوسز بهوليوود صوروا البرودكشنز تبعونهم عندنا. في عندنا تخصص تصميم الميديا الرقمية كمان، هو أحد أكثر التخصصات طلبا في سوق العمل اليوم، اللي بسبب المهارات اللي بقدمها للطلاب تبعونا من جرافيك ديزاين لديجيتال ماركتينج لكيفية تصوير المقابلات وغيرها كثير من المهارات. في عنا تخصص الرسوم المتحركة أو الأنيميشن، في عنا اللي هو عبارة عن الطالب يكون قادر إنه يقدم رسوم متحركة عن طريق رسوم متحركة ثلاثية الأبعاد عفواً عن طريق برامج وليتست تكنولوجي موجودة عنا بالSAE. في عنا تخصص طبعاً فنون إنتاج الصوت اللي بيمكن جميع الطلاب من عملية تسجيل وتعديل الأصوات وتركيبها مع بعض. وحابب أحكي بصراحة عن تخصصين عم نطرحهم لأول مرة في الأردن: تخصص صناعة الألعاب الإلكترونية وبرمجتها Game Design، وتخصص الـ AR والـ VR الـ Augmented والـ Virtual Reality. حاب أحكي لكم أنه كل التخصصات اللي ذكرتها اليوم، الست تخصصات اللي ذكرتها، متوفرة بعدة مسارات، وجميع هاي المسارات بنقوم بتعليم الطالب وتدريب الطالب تعليم تقني vocational training. يعني الطالب من أول يوم بدخل فيه للجامعة ببلش أو منبلش ندربه تدريب تقني على هاي المواد والبرامج اللي بياخدها. حابين انه نرحب كمان بكل الهيد اوف ديبارتمنتس او رؤساء الاقسام الموجودين معنا اليوم اللي حيشرحوا لنا بالتفصيل عن كل تخصص من التخصصات اللي انا ذكرتها، واكيد حابين انكم تشرفونا لعنا بزياره على الكامبس تبعنا. واهلا وسهلا فيكم جميعا. رح ننتقل هلا مع رئيس القسم الأكاديمي في SAE الأستاذ مهند السوقي بعد لحظات. أهلا وسهلا فيكم كلكم، نتمنى أنكم تنبسطوا. Thank you Mr. Zaid Deeb. تمام، هلأ من بعد ما مستر زيد ديب مدير الإرشاد المهني خبرنا شوي عن SAE، رح ننتقل مع مدير القسم الأكاديمي مستر مهند داسوقي، رح يخبرنا أكثر عن التخصصات الجديدة والمميزة مثل تصميم الألعاب وبرمجتها، وكمان تخصص الواقع الافتراضي والواقع المعزز. بليز هلأ مع مستر مهند داسوقي. Thank you. Thank you.
مستر مهند بسوخي قاعد هلا عم يحضر حاله، هلا رح يكون معاكم، رح يخبركم اكثر على البروجرامز يلي عندنا، فرص العمل لكل بروجرام نحن بنقدمه خلال الدراسه اكيد ومن بعد انتهاء البروجرام، وسبشالي التخصصات الجديده مثل جيم ديزاين اند ديفلوبمنت يلي خبرنا عنه مسبقا مستر زيد ديب، رح يشرح لكم عنه اكثر بالاضافه لبرنامج الواقع الافتراضي والواقع المعزز. وهلا خلينا ننتقل لعنده. يعطيكم العافيه واهلا وسهلا فيكم لهذا الفيرتشوال داي. حابب احكي لكم اليوم عن تخصصين جديد احنا عارضينهم بالكليه الاستراليه SAE اللي هي قسم الوسائل الابداعيه بلومينوس. التخصص الأول اللي بدي أبلش أحكي عنه اللي هو تخصص الجيم ديزاين جيم ديفلوبمنت، تخصص كتير انترستينج، قررنا نطرحه صراحة بعد ما شفنا قديش في ديماند وإقبال على الناس اللي عم تشتري جيمز عم تلعب جيمز خلال الفترة الماضية اللي هي فترة الكوارنتين والكوفيد. طبعا هذا الإشي لما يكون في ديماند على البرودكتس معناته في ديماند على الاندستري، وهذا بالتالي راح يقود لأنه أنت راح يصير في عندك فرص عمل مفتوحة قدامك بهذا المجال. الإشي اللي كتير حلو بالموضوع أنه أنت راح تكون عم تشتغل إشي أنت بتحبه، وهذا الإشي راح يتجزأ خلال فترة التعليم لأربع مراحل. راح تتعلم فيها الجيم ديزاين والكونسبت ديزاين، راح تتعلم فيها كيف تتعامل مع الجيم انجنز، راح تتعلم فيها كيف تتعامل مع الكودينج والبروغرامينج، راح تتعلم فيها كيف راح تتعامل مع الكونتنت كرييشن والثري دي كومبوننتس او 2 دي كومبوننتس للجيم. كل هدول المجالات راح ينطرحوا ضمن مواد متخصصه، وهاي المواد المتخصصه طبعا هي تابعه لخطط دراسيه انترناشونال، سواء كانت من SAE انترناشونال او من بيرسون بي تك. أول سنة راح تأخذ شهادة دبلوم تدريبي من SAE International بمجال الجيم ديزاين، والسنتين الثانية والثالثة راح تأخذ فيهم شهادة من بيتك البريطانية، دبلوم معتمد بالأردن وخارج الأردن، وبتقدر طبعاً بعد ما تخلص تجسر عليه بالجامعات الأجنبية وبرضه بالجامعات الأردنية إذا بتنجح بامتحان الكفاءة. هلأ مجالات العمل لهذا التخصص، زي ما انت بتشوف كيف الناس التانيين مثلا بالمطعم كل واحد له رول، بالجيمز كمان في كل واحد له رول. من الرولز اللي ممكن تشتغل فيهم كونتنت كرييشن، تعمل مثلا مودلز كاركترز تحركهم تعملهم اكسبورت للجيم انجن، بعد هاي المرحله راح مثلا تشتغل مع الجيم انجن نفسه الكودز الكونكشنز كل هاي الاشياء الانتر اكتيفيتيز، ومن هذا الإشي كمان بنعمل اكسبورت لحتى يصير اكسكيوتابل فايل وتنزله على الموبايل ديفايس او على الكمبيوتر او على اي كونسول ممكن تلعب فيه. في كمان مجال عمل ممكن تشتغل فيه اللي هو بنفس التصميم تبع الجيمز، كيف تصمم المرحله، كيف تحط الباث اللي بده يمشي فيه البلاير، التريجرز، كمان الاشياء الثانيه اللي ممكن تتعامل معها من ناحيه ارت فيلدز، كيف اللوك ديفلوبمنت تبع الجيم، كيف البلاير سايكولوجي راح تكون بالجيم. راح نتطور كمان من هذا المجال لكيف اصلا تعمل مونتايزيشن للجيم وكيف تبيعها، كيف يصير الماركت مثلا يدفع الماني للشركه او لك اذا انت راح تكون السول ديفلوبر او اندبندنت ديفلوبر لهاي الجيم. راح كمان نمشي للادفانسد توبيك اللي هو البروجرامينج تبع الجيمز، راح تتعلم كتير لانجوجز رئيسية مستخدمة بمجال برمجة الألعاب، واحد منها اللي هو C++ والC#، راح تتعلم كمان على الجافا، راح تتعلم كمان على البايثون. كل هاي راح تفتح لك مجالات عمل حتى لو مش بالجيمز، بأي انتراكتف فيلد كمان له علاقة بالبرمجة. أي حدا فينا بيشتغل بمجال بيحبه أبداً ما راح يحس حاله أنه عم بتعلم غصب عنه، فراح يكون دائماً عندك مجال للإبداع ومجال للانطلاق لسوق عمل، وإن شاء الله فرص كتير متعددة. هلأ ميزة العمل بهذا التخصص كمان أنه مش مطلوب منك تشتغل بشركة بمكان فيزيكال، وهذا الإشي طبعاً راح يقود إلى أنه فعلياً سوق العمل قدامك
مفتوح على كل العالم، لأنه الإنترنت هلأ عبارة عن الماركت المفتوح. أنت بس عليك تقدم السي في، عليك تقدم الديموريل تبعك، وبعدين بيجيك الأوفرز والجوب أوفرز تبعونك. طبعاً في شركات لوكل، في شركات ريجنال، في شركات انترناشنال، أوريدي SAE عندها كونكشنز مع كتير من هدول الشركات. رح تسمعوا أخبار حلوة كمان إذا بتضلكم تتابعونا إن شاء الله بالفترة القادمة، وهذا الإشي رح يقود طبعاً إلى opportunities متعددة لكم. بدي أنتقل هلأ للمجال التخصص الثاني اللي هو بيحكي عن augmented reality والvirtual reality. رح أحكي عن أول إشي virtual reality وإيش معنات virtual reality بشكل عام للي ما جرب الإكسبيرينس هاي. الvirtual reality هو عبارة عن immersive experience، يعني تجربة أنت بتخوضها، تمام، حواسك كلها بترتبط فيها، ورح تخوض تجربة completely خارج العالم اللي أنت عايش فيه. طبعاً عشان تخوض هاي التجربة لازم يكون في عندك جير أو عدة لازم تلبسها، غالباً تتشكل بغطاء للرأس زي هلمت، زي تبعت الموتورسايكلز، بتكون طبعاً هاف، بتخليك تشوف وتتفاعل مع عالم completely virtual، خيالي افتراضي، وبعزلك عن العالم الواقعي اللي حواليك. هاي الميزة تبعت الفيرتشوال، انت فعليا ما بتشوف اي شيء من العالم الحقيقي، انت عم كومبليتلي جوا عالم افتراضي. طبعا هلا التطبيقات لهذا المجال تنتقل من المجالات الطبية للمجالات التعليمية للمجالات الرياضية، الفضاء، السيارات، الجيمز، كل هاي المجالات. طبعا يعني هذا مش لسبيل الحصر وانما لسبيل الذكر، فالمجالات كلها مفتوحة. هلا الحلو بالموضوع انه من زمان كان دائما لما العلماء يراهنوا على تكنولوجيا راح تصير هي الترند، كان غالبا هذا الرهان يفشل. بس هذا الرهان على الفي ار بالوقت الحالي هو بمكانه، لانه الانفراستراكشر اللي فعليا هلا قاعد الشخص عم بيتعامل معها بتساعد انه تسستين وتستحمل هذه التكنولوجيا وتكون داعم اساسي. هلا في عندنا كثير تقنيات متطوره، سواء كانت الكترونيه او بمجال الانترنت او بمجال الديفلوبمنت، كل هاي الأشياء راح تساعدك فعلياً إنه هذا المجال if you invest فيه بالفترة القادمة راح تكون من الناس الأوائل، راح يلاقوا فرص عمل اللي ناس راح يكونوا أصلاً بالطليعة من ناحية content creation، وبرضه كمان كديفلوبمنت للتكنولوجي نفسها، وهدول من المجالات اللي راح تتعلمهم فعلياً خلال هذا التخصص. هلأ الفرق بين الفيرتشوال رياليتي والأوجمانتد رياليتي، الأوجمانتد رياليتي فعلياً ما في، مرات ممكن تحتاج تستعمل جير، بس الجير تبعه مش ما بيعزلك عن العالم الحقيقي اللي انت عايش فيه. ممكن يكون لينس، ممكن يكون نظارة، هاي النظارة بتشوف من خلال، او حتى الموبايل ممكن كمان تابلت، لما تطلع على هذا خلال من خلال هذا التابلت او النظارة او الموبايل راح تشوف elements virtual راح تنضاف على العالم الحقيقي اللي معك، فهي راح تضيف extra experience وادد فاليو للعالم الحقيقي اللي عم بتشوفه. كتير عم نشوف مثلا بعالم الاخبار عم بيطلع المذيع عم بتمر من قدامه طياره مثلا 3D، عم بيحكي عن منسوب المياه مثلا بنهر معين، عم بيرفع ايده بروح النهر بيرتفع معه. كل هاي الادد فيجوالز فعليا عباره عن إشي معمول بالاوجمنتد رياليتي تكنولوجي. طبعا هاي الاشياء راح تتعلمها برضو من خلال البرامج اللي معنا. مجالات العمل مثل ما حكينا راح تتعدد من content creation لdevelopment للtechnology، راح تشتغل بمجال بسموه instructional design أو content design للشركات اللي بتعامل مع virtual reality، وبرضو كمان إذا الموضوع تطور interactivity interactive presentations game applications، برضو هاي الأشياء برضو راح تكون أنت involved فيها. الشهادة اللي مطروحة عنا هي شهادة بكالوريوس بالأوجمانتد رياليتي والفيرتشوال رياليتي، مقدمة من كلية لومينوس الجامعية التقنية، معتمدة بالأردن ومعتمدة بالخارج، بتقدر تكمل عليها ماسترز بعد ما تخلص إن شاء الله. مثل ما قلت لكم تابعونا بالفترة القادمة، رح تسمع أخبار كتير حلوة ورح تشوفوا كمان تطبيقات كتير جميلة من خلال السوشيال ميديا عنا، وبرضو أي حدا بيحب يزور SAE رح يقدر يجرب على الابليكيشنز والتكنولوجي اللي موجودة عنا، وما رح يكون disappointed، بالعكس رح يكون كتير مبسوط ونتمنى نشوفكم معنا. رح أسلم المايك هلأ لزميلتي مرح حتى ننتقل للسكشن الجاي.
أكيد منحب نشكر مدير القسم الأكاديمي مستر مهند داسوقي. يابا سارة نجحت توجيهي وجينا نسلم عليك. سارة يابا نجحت توجيهي. مبروك حبيبتي. شو حابه تدرسي؟ حابه ادرس صناعه افلام. اسنان؟ والله منيحه الاسنان، كويس الاسنان. لا جده صناعه افلام. والله كمان كويس اداره الاعمال. لا جده صناعه افلام، يعني اخراج ومونتاج وتصوير واضاءه وهيك. دراسه صناعه الافلام مطلوبه بكل مكان وإلها شغل بكل مكان. سجل الآن بتخصص صناعة الأفلام في SAE قسم وسائل إعلام الإبداعية في كلية لومينوس، أو سجل بأحد التخصصات التالية. يا زلمي مالك؟ بدي أنام. هو كمان أفلام؟ إيه؟ أنا مش منحب أكيد نشكر مدير القسم الأكاديمي مستر مهند داسوقي على المعلومات يلي خبرنا إياها، وأكيد هيك we hope everyone is enjoying this live أو virtual live. هلأ رح يكون معنا مستر مروان ياسين. مين مستر مروان ياسين؟ بيكون هو رئيس قسم صناعة الأفلام بـ SAE Institute. رح يخبركم أكثر على الفيلم ميكينج عنا، اكسبيرينس الطلاب عنا، المحتوى الدراسي تبع صناعة الأفلام أكثر. ويلي عنده أي استفسارات بعدين أو أي أسئلة أكيد you're always welcome إنه تسألنا على our social media platforms أو تحكم معنا على التليفون، وأكيد فريق من الكارير أدفايزرز رح يكون جاهز إنه يجاوب على جميع استفساراتكم. ثواني ورح يكون معاكم مستر مروان ياسين. مرحبا، شكرا مرح. انا اسمي مروان ياسين، انا رئيس قسم صناعه الافلام بكليه لومينوس جامعه لومينوس قسم صناعه الافلام. راح نحكي اليوم عن برنامج صناعه الافلام للدبلوم وللبكالوريوس. ايش صناعه الافلام؟ صناعه الافلام احنا صراحه يعني في اكثر من تعريف لهذا الموضوع، والناس على درايه بهذا الموضوع أكثر، بس يمكن تفاصيل القسم بدنا نحكي عنها ونفسر أنه الطالب من لما يدخل من خلال البرنامج سواء بالدبلوم أو بالبكالوريوس لحد ما يتخرج إيش فرص العمل، ونناقش كل هذه الأشياء. طيب، صناعة الأفلام تبدأ بأي إنتاج، أي إنتاج بالعالم يبدأ بثلاث مراحل اللي هي pre-production, production and post-production. في مجال صناعة الأفلام مرحلة البري برودكشن اللي هي ما قبل الإنتاج تبدأ بمرحلة كتابة السيناريو، إيجاد الفكرة قبل كتابة السيناريو أو النص السينمائي، ومن ثم تتطور هذه الفكرة إلى أن تكون فيلم بجانرة معينة بنوع معين. مثلا في عندي الأفلام القصيرة اللي هي الفيكشن، في عندي الأفلام الدوكيومنتري، وفي عندي الوثائقية، وفي عندي الأفلام الطويلة، وفي عندي كتابة المسلسلات أيضا. كل المرحلة هي متشاركة على هذه المشاريع. كمان عندنا صناعة الإعلان، وعندنا صناعة الميوزيك كليب أيضا من المشاريع اللي ممكن الطالب يخوض فيها في هذا القسم. في هذه المرحلة ينكتب السكريبت وتتطور الفكرة، وبعدين ينتقل إلى مرحلة الديفلوبمنت، ومرحلة اللي هي تقسيم هذه السيناريو اللي كتبناه نقسمه إلى أجزاء، ومن ثم تتوزع الأدوار اللي هم الرولز، الكرو، الكاست، ومن ثم ننتقل للمرحلة الثانية بعدها اللي هي مرحلة التصوير والإضاءة، وأكثر الشغل اللي يأخذ جهد وقت هي مرحلة البرودكشن سميها، اللي هي ناخذ الممثلين للمواقع للأماكن، أماكن التصوير نخليهم يمثلون، ومن ثم الكل يعرف أدواره، وبعد ما نخلص هذه الريزلت اللي طالعة من البرودكشن تروح إلى مرحلة البوست برودكشن اللي هي تجميع هذول اللقطات. طبعا كلها الجايد لاين تبعي يكون السكريبت من الأساس، ف
مرحلة البوست برودكشن هي المرحلة الأخيرة اللي نجمع بها الفيديو، نضيف الألوان، نضيف الموسيقى والميوزك والحوارات إلى آخره، بحيث نخلص المنتج الأخير إذا كان فيلم قصير أو فيديو كليب أو إعلان أو فيلم طويل. احنا في SAE طبعا في ثقافه لصناعه الافلام، والحمد لله والشكر احنا هذه الثقافه انشاناها في الاردن من سنه 2007 2008 مع بدايه SAE. فطلابنا حاليا هم اللي محتلين السوق يعني، وهم اللي الناس اللي يرجع لهم اي برودكشن خارجي واي شيء يجي من محطات عالميه او شركات إنتاج عالمية مثل نتفليكس أو هوليوود أو شاهد من NBC يستعينون بطلابنا حتى في مرحلة دراستهم أو بالخريجين اللي الآن أصبحوا من محترفين سوق العمل الأردني وحتى على مستوى المنطقة. المشاريع زي ما حكيت، المشاريع اللي ممكن يشتغلون عليها الطلاب من البداية هي أفلام قصيرة، أفلام وثائقية، إعلانات وميوزيك كليبس، وراح نتعلم كتابة السيناريو وكتابة النص السينمائي وكل المراحل هذه بالتفصيل. كادر العمل صراحة هم مزج ما بين جزء أكاديمي، بس الغالبية الكبرى هم جايين من سوق العمل، يعني كل واحد عنده خبرة ما لا تقل عن 10 سنوات في سوق العمل بصناعة الأفلام وفي اختصاصات معينة. فواحدة من الأشياء المهمة أيضا في صناعة الأفلام أنه المادة هي مو نظري، هي 70% من المواد هي عملي، يعني احنا راح ننزل على اماكن برودكشن وراح نتعلم واحنا عم ندرس، وهذه تبدا بعد اول او ثاني فصل. فانا بصراحه اشجع كل شخص عنده اهتمام ولو بسيط في 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 الافلام، او اذا انت تحب الافلام وتحب القصص وعندك او عندك رؤيه أو عندك صوت بدي أحكي فيه، بدي أحكي عن قصة، بدي أحكي عن حادثة مرت معي، أنا بشجعكم في القدوم للجامعة وتشوفون الأجواء وتشوفون الثقافة، ثقافة صناعة الأفلام وثقافة SAE بصورة عامة واختلافها عن بقية أنواع التدريس يعني خارج الجامعة. أنا الطالب ممكن يشتغل في أكثر من قسم، الطالب ممكن يشتغل في أكثر من قسم. أول شيء هو مثلا ممكن يشتغل كاتب، ممكن يشتغل مصور، ممكن يشتغل DOP مدير تصوير، ممكن يشتغل مخرج، ممكن يشتغل منتج، ممكن يشتغل AD اسمها مساعد مخرج وبقية الرولز. هذه طبعا الطالب هو اللي يختارها، احنا ما نحدد، كل واحد راح يعرف امكانياته خلال السنتين او الاربع سنوات اللي راح يدرسها في قسم صناعة الافلام. مبروك النجاح، فرحنا لك والله. والله حبيبي تخرج وصار بده يفوت الجامعة. صحيح، شو حابب تدرس؟ صراحة أنا حابب والله بالبقلب محامي. محامي ممتاز، بس حبيبي ما حكيت لي، أنت شو حابب تدرس؟ بحكي لك أنا حابب أنا تدرس. حبيت ليكون ممرض قد الدنيا. تمريض كويس، بس المهم حبيبي، أنت شو حابب تدرس؟ أنا حابب هو لازم يدرس. أنا حابب أدرس ديجيتال ميديا، تصوير، ديزاين، سوشيال ميديا، هيك العالم صار بده. دراسة الميديا الرقمية مش دراسة تقليدية. سجل الآن بتخصص تصميم الميديا الرقمية في SAE قسم وسائل إعلام الإبداعية في كلية لومينوس، أو سجل بأحد التخصصات التالية. هلا رجعنا لكم مرة تانية، أكيد منحب نشكر مستر مروان ياسين يلي شارك معنا ثقافة صناعة الأفلام وأهميتها، وشارك معنا كمان فرص العمل يلي رح تكون متاحة للطلاب يلي رح يدرسوا هذا التخصص. أما هلا رح تكون معنا مس براء، هي رئيسة قسم الإعلام عنا بـ SAE Institute، نفس الإشي رح تشارك معاكم أهمية هذا التخصص بهذا الوقت للطلاب وفرص العمل يلي رح تكون متاحة للطلاب من خلاله. لحظات ورح تكون معاكم مس براء.
لحظات صغيرة رح تكون معاكم مس براء to share some stuff important details about digital media design. مرحبا معاكم براء القيمري head of media production digital media بSAE. بدي أحكي لكم شوي عن هذا التخصص عشان يصير عندكم فكرة أوضح شوي أو أشمل عن إيش بيش بشمل هذا التخصص. Basically digital media من التخصصات اللي كتير مهمة especially بالإيفولوشن التطور التكنولوجي اللي كتير عالي اللي هلا عم بيصير. Digital media basically is a program that connects several and various media industries all together تحت umbrella واحدة. فهذا التخصص بيركز على إنه يوفر للطلاب المهارات اللي بيحتاجها من النوليدج المهارات المكتسبة القدرة على التعامل مع softwares مختلفة لحتى يطلع بنتائج كتير متعددة لبروجكت متنوعة بضمن الميديا أو الكرياتيف ميديا اندستري بشكل عام. This program بيركز هذا البرنامج على أنه يغذي الطلاب بالنوليدج اللي بيحتاجوها الكلاسز اللكتشرز المواد اللي رح ياخذوها الطلاب بيسكلي بشكل كتير كبير بتعتمد على النطاق العملي 70% من التخصص عملي فالطالب بصفي عم بمرق بهاي الجيرني التعليميه الرحله التعليميه من خلال هذا البرنامج عم ياخذ النوليدج اللي بيحتاجها بتاسس بطريقه متينة من حيث مبادئ التصميم الطالب بتعلم الجرافيك ديزاين بتعلم كيف يعمل لوجو ديزاينز لأي براند أو أي given project corporate identity الهوية التجارية from A to Z مطبوعات بشكل عام سواء كانت magazines design and layout بروشورات flyers banners roll-ups. So, إيش ما كانت المطبوعة تختص ببراند معين لعميل معين أو لجهة معينة الطالب بيقدر يعمل هاي التصميمات بكفاءة عالية بطريقة كتير كرياتيف مش بس تصميم المطبوعات كمان تجهيز هاي المطبوعات للطباعة بحيث التصميم بيكون كرياتيف وعاكس الرسالة أو المسج تبعت البراند أو الشركة and طريقة تجهيز الملفات للطباعة بتكون professional up to the industry standards بحيث تطلع هاي المطبوعات للمطبعة والنتيجة المطبوعة بتكون بالضبط زي ما كان ال purpose intended يعني زي ما كان الديزاينر ناوي للنتيجة تظهر بالآخر مش بس للمطبوعات بما إنه إحنا كمان عم نحكي إنه إحنا بديجيتال إيرا هلا everything is going digital and online so الطالب كمان بتعلم مهارات ومواد متنوعة منها الفيديو برودكشن والبوست برودكشن يعني بيصير قادر لهاي البراند مش بس يصمم اللوجو والستيشنري والكوربريت ايدنتيتي بيقدر كمان يعمل let's say a small documentary عن for a given project او brief بيقدر يعمل a small TV commercial let's say a short TV commercial بيقدر الطالب بتعلم مواد كتير متعلقة بالصحافة كتابة الصحفية تغطية الأخبار writing reports writing reviews يمكن film reviews كمان as well and الطالب برضو راح يتعلم كيف يعمل website okay website design بحيث سواء كانت هاي للself development أو للcareer path تبعه as to promote himself as a designer أو سواء عم بيعمل هاي الويب سايت بيصمم هاي الويب سايت للكلاينت أو للشركة اللي عم بيشتغل عليها. In addition to that الطلاب كمان رح يقدروا يعملوا موبايل أب أبليكيشنز especially for BA students يعني. فبيسكلي أي مشروع عم بيصممه الطالب سواء لغرض الطباعة أوكي أو لغرض النشر عبر الإنترنت لأنه الطالب برضو بياخد أونلاين ببليشينج مع الأونلاين ببليشينج كمان بياخد press and copyright law فلما الطالب بده ينشر materials وداتا وadvertising campaigns على الإنترنت لازم يعرف كمان إيش الليميتيشنز اللي عنده
وكيف يتوافق مع شروط الطبع والنشر. يس. هلا بالنسبه للادفيرتايزنج كامبينز طبعا بتاخذ بورشن كثير كبير عندنا بهذا التخصص. ادفيرتايزنج كامبينز سواء كانت برينتد او على الديجيتال بلاتفورمز، مينينج هلا كل الناس عم تتواصل عن طريق السوشيال ميديا والاوفيشال ويب سايتس جست لايك فور كرييتيف بيبل جست لايك بيهانس فور اكزامبل. سو كل هدول البلاتفورمز لهم سبيسيفيكيشنز معينه للعمل، بيطلع بريزولوشن معين بدايمنشن معين، الطالب بيكون عنده كفاءه عاليه بانه يطلع اي شغل تصميمي لاي بلاتفورم، سواء هذا التصميم عم بنعرض على ويب سايت معينة، على بلوج معين، أو على حتى إنه موبايل ديفايس ولا تابلت ولا كمبيوتر. So هذا كله بهيئ الطالب إنه يكون مواكب كمان للتقدم العصري اللي عم بيصير. الفكرة الحلو بهذا التخصص إنه هو عن جد عم بيشمل وبيجمع بين كتير تخصصات كرياتيف مع بعض. So whenever a student is creating a small video عم بدخل يعني بدخل الاوديو بالموضوع، الفيجوال ايمج بالموضوع، الديزاين، الطالب عم بمرق بكل مراحل الانتاج from start to finish. So هذا الطالب ما دام عم بيكتسب كل هاي السكيلز والمهارات المتنوعه لحتى يقدر to handle several projects بتنوعها، معناته الطالب قادر يعني يوفر للكلاينتس ولسوق العمل بالضبط المتطلبات اللي بيحتاجها بكفاءات مختلفة وسكيلز وترانسفيربل سكيلز that are priceless. يعني that's like a brief description of the course. إيش بتضمن البروجرام هذا؟ بما أنه عم بيختص بكتير industries و sectors عم بيوفر للطالب كمان مجالات عمل متنوعة بكتير قطاعات من الـ positions أو الكاريرز اللي ممكن يلحق الطالب. هي ممكن يكون جرافيك ديزاينر بادفيرتايزنج ايجنسي او ان ان هاوس جرافيك ديزاين من جوا كومباني معينه. الطالب بيقدر يكون فوتوغرافر كمان، بيقدر يعمل ريبورتس صحفيه بما انه كثير في تركيز على الصحافه والاونلاين ببلشينج. بيقدر الطالب كمان يعمل سمول فيديوز، بيقدر ينشئ ويب سايتس، بيقدر ينشر materials و advertisements و content على هاي الويب سايت مراعيا للشروط النشر. And that's about it. So yeah, join our class, our course. مرحبا. اهلا. حضرتك مغني؟ لا. بس مبين عليك مغني. لا انا خلصت مدرسه جديد. شو حابب تدرس؟ حابب ادرس فنون انتاج صوت. يعني مغني؟ لا لا لا، فنون انتاج صوت يعني مؤثرات صوتيه، تسجيل الصوت، تظبيطه، اوديو فور فيلم. اها. حمزه بابا هذا مغني. دراسه فنون انتاج الصوت دراسه جديده ومطلوبه بالسوق. سجل الآن بتخصص فنون إنتاج الصوت في SAE قسم وسائل الإعلام الإبداعية في كلية لومينوس، أو سجل بأحد التخصصات التالية. لما خلتني أتصور مع المغني. Thank you Ms. براء. Ms. براء حكينا هي رئيسة قسم الإعلام بـ SAE Institute، شاركت معنا تفاصيل على هذا التخصص الواسع والشامل لكتير سكترز وأفرع مختلفة. أما هلأ رح يكون معنا مستر مهند بورشي، بيكون رئيس قسم فنون إنتاج الصوت، رح يخبركم أكثر على هذا التخصص، نفس الإشي شو هي الكارير أوبشنز أو فرص العمل يلي رح تكون متاحة للطالب يلي رح يسجل بهذا التخصص. هو تخصص صراحة بيجينا كتير أسئلة عليه على سوشيال ميديا، فكل الناس اللي بيسألونا هلأ فرصتكم أنه تسمعوا شو هو المحتوى الدراسي لهذا التخصص، وبعدين إذا في عندكم أي استفسار أكيد we're very happy to assess you. تفضل مستر مهند. مرحبا، أنا اسمي مهند برشي، رئيس قسم الأوديو برودكشن بالإسائي. حاب أحكي لكم شوي عن هذا التخصص لأنه بنعرف عنه كتير تساؤلات. التخصص بشكل عام هو تخصص بيجمع بين الساينس والكرياتيفيتي.
أزن بجمع الجوانب الفيزيائية بس عم ناخدها ونستعملها بطريقة إبداعية عشان نقدر نعمل منتجات أوديو. في عنا بهذا التخصص 7 مجالات مختلفة منغطيها كلها بالSAE from A to Z. رح أحكي لكم شوي عن هاي 7 مجالات عشان يصير عندكم فكرة عن الموضوع. في عنا مجال الميوزك برودكشن أو الجانب الهندسي من الميوزك برودكشن، مش التأليف والتوزيع الموسيقي ولكن كيف نسجل الموسيقى، كيف نعمل لها editing مكساج وماسترينج، فهي فعليا الجانب الثاني من الموسيقى. في عنا بكون الفرق الموسيقية، المطربين، المغنيين راح يحتاجوا فريق عشان يساعدهم في إنتاج البرودكشنز تاعهم. فإذا في أنا فرقة موسيقية بدي أروح على ستوديو أسجل ميوزك، راح يكون في مهندس صوت أو فريق تسجيل صوت راح يسجلوا لي هاي الأغنية بالطرق السليمة، لأنه تسجيل الصوت عملية مش عملية ستريت فورد إنه بحط مسجل وبسجل، لا، في عنا عملية علمية بتنبنى على مبادئ صحيحة، لازم يكون بغرف معزولة. فرح أروح على الستوديو أسجل هاي الأغنية، الأوديو إنجينير أو التيم تاع الأوديو إنجينير راح يعملوا لها إديتينج، أزين ينطفوها، ينقوا التيكس الصحيحة، راح يعملوا لها ميكسينج، يعالجوا الصوت، يخلطوه مع بعض عشان يطوروه ويحسنوا من الكواليتي تاعه، وبالنهاية راح يعملوا لها عملية اسمها ماسترينج، أزين ينزلوه كمنتج على الماركت. كل الأغاني اللي بتسمعوها بشكل عام معمولة داخل استوديوهات، مشغول عليها من فريق مسجل بطريقة صحيحة ومنتج بطريقة صحيحة عشان ما تطلع رو، وبالنهاية بتطلع بالطريقة بروفيشنال اللي عم تسمعوها على السي ديز أو أونلاين حسب وين بتسمعوا انتو ميوزك. فهي بالعادة نعتبرها الجانب الهندسي من الإنتاج الموسيقي. المجال الثاني اللي هو الصوت للأفلام، اللي هو تسجيل الصوت، ميكساجه، تسجيل الساوند افكتس، تدخيل الأصوات ببعض، وبيخلي بهذا المجال بنحاول نخلي الصوت يبين بطريقة شفافة للمشاهد عساس ما يبين إنه في إشي غير طبيعي عم بيكون بالفيلم من ناحية الصوت بالذات. في شغلة كتير مهمة بجوز المشاهدين ما بيلاحظوها، إنه الصوت هو نص الفيلم. أنا ممكن أحضر فيلم مثلاً من ناحية إنتاج مش كتير ممتاز، إنتاج سينمائي، ولكن ما راح أقدر أحضره إذا الصوت فيه سيء لأنه راح يطلعني خارج الطبيعة. بالمقابل ممكن أحضر فيلم نوعاً ما الإنتاج عظيم بس إذا الصوت سيء ما راح أقدر أحضره، أو بالعكس إذا الإنتاج سيء بس الصوت ممتاز ممكن أقدر أمشي بهذا الفيلم. العملية مجال كبير ومجال كتير حلو، بدخل فيه كتير جوانب، بدخل فيه حتى البارت الموسيقى لأنه الأفلام برضو ما ننسى فيها موسيقى، فيها تسجيل الحكي داخل الاستوديو أو بالمواقع، فيها تسجيل الساوند افكتس وإلى آخره. المجال الثالث اللي هو مجال برضو متعلق في مجال الصوت للأفلام بس نعتبره مرات مجال جانبي، اللي هو مجال تسجيل الصوت بالمواقع، اللي هو أي شيء له دخل بتسجيل الصوت خارج الاستوديو. بدخل في مجال الأفلام طبعاً، إذا في عندي فيلم عم بتصور بموقع معين، زي ما بتعرف هلا بالأردن في عنا كتير أفلام عم تتصور بمواقع زي وادي رم ومواقع تانية، ففي دائماً رح يكون في تيم للأوديو عم بيسجل الصوت بهذا الموقع، بيعمل كابتشرينج لصوت الممثلين بالذات الحوار، ممكن بالمقابلات بالراديوز بأي موقع خارج الستوديوز. المجال الرابع اللي هو اللايف ساوند أو الصوت الحي، وهذا المجال هو إنتاج الصوت بالمناسبات زي الحفلات، الكونسرتس، الجيجز، المؤتمرات، أي إشي فيه تحكم مباشر بالصوت على الموقع. معظم الوقت بيكون اللي هو الإنتاج الموسيقي للحفلات، بيشبه شوي المجال اللي هو الإنتاج الموسيقي داخل الاستوديو بس الفرق الرئيسي هون إنه إحنا عم نعمله بشكل مباشر لايف، ففي سرعة أكتر بالأداء. مجال كتير حلو كمان كتير عم بكبر بالأردن، في عنا كتير إيفنتس عم بتصير وفرق موسيقية عم بتصير موجودة أكتر وأكتر، فمجال كتير واسع وكتير الشغل فيه ممتع وحلو، والعادة بتطلب كرو كتير كبير، فريق عمل كبير. المجال الخامس اللي هو الجيم أوديو، اللي هو إنتاج الصوت للفيديو جيمز. زي ما بنعرف الفيديو جيمز هلأ عم بتصير من أكتر الشغلات المنتشرة ومن أكتر الشغلات الممتعة، وعم بتصير الفيديو جيمز حجمها كتير كبير لدرجة أنه عم بتصير على نفس الليفل تاع الأفلام. بطلنا مرات نقدر نفرق بالواقع لما نحط بالجيمز بين جيم وفيلم من ناحية الشخص بيكون داخل جوا الجيم. المجال هذا
مقسوم لنصين، النص الأول اللي هو تسجيل الصوت للجيمز، تسجيل الساوند إفكتس عشان تتناسب مع الجيم، والمجال الثاني منه هو برمجة هاي الأصوات على الجيمز، طبعاً نغطيهم إحنا بالأسئلة. المجال السادس اللي هو أكوستيك إنجينيرينج، وهو مجال كتير مهم ومجال بدخل فيه علم كتير، لأنه هذا المجال اللي هو بيحكي عن كيفية بناء الاستوديوز بشكل صح وعزل الاستوديوز ومعالجتها من جوا. زي ما بنعرف الاستوديوز تاعون الاوديو برودكشن مش غرفة عادية، بتكون مبنية بطريقة معينة على أساس أن الصوت لما يتسجل جواتها ولما شخص يسمع الصوت جوا هاي الغرفة يسمعه بطريقة ناشفة. وليش ناشفة؟ عشان ما تكون الأصوات الموجودة بالطبيعة ما تتسجل مع هذا الصوت زي الأكو والريفرب أو الأصوات الموجودة بالطبيعة. ليش منسجله بطريقة ناشفة؟ عشان نقدر نتحكم في الصوت بأكثر طريقة ممكنة بعملية الميكسينج والأديتينج. فهذا هو المجال اللي بدرس كيفية البناء الصحيح للستوديوز عشان نقدر نسجل الأصوات بهاي الطريقة اللي احنا نرغب فيها. والمجال الأخير السابع اللي هو مجال الأوديو في البث الإذاعي والتلفزيون، وهذا المجال بيحكي عن أي إشي له دخل بكيف بقدر أعمل أعمال أوديو أو صوتية عشان تنبث، مثلاً دعايات راديو، دعايات تلفزيون، التحكم بالبرودكاست المباشر إذا في عندنا مذيع عم بيحكي كيف تنمزج الموسيقى معه أو الأصوات الخلفية مع هذا المجال. فبرضه مجال ممتع ومنتشر وكتير مهم تواجده، لأنه ما في دولة بالعالم ما في عندها على القليلة مجموعة من الراديوز والتلفزيونات اللي بتكون شغالة بهاي الدولة. ومش بس حتى على الجانب البرودكاست الإذاعي، يعني زي ما احنا عم نعمل هلا في عندنا البرودكاست الأونلاين هو برضو هلا صار منتشر كتير، برضو لازم نعمل بطريقة بروفيشنال إذا يعني الجانب اللي عم بيعمله حابب يطلع بصورة تبين برو. هاي هي السبع مجالات الأوديو المختلفة مندرسها كلها بالSAE from A to Z. وخلينا أحكي لكم بشكل عام عن طريقة الأوديو بالSAE كيف إحنا نتوجه له. الأوديو عندنا بالSAE مجال لأنه فيه جانب علمي، إحنا منحب نعطي هذا الجانب العلمي للطالب، ما عم نعطي الطالب الأوديو بطريقة بس فنية على أساس إنه يقدر يمشي شغل، لا، عم نعملها بطريقة علمية بحتة. الطالب عم بدرس النظريات حتى الفيزيائية بس بطريقة حلوة ممتعة، ومناخذ هاي النواحي النظرية والعلمية ومنطبقها عملياً بالفاسيليتيز تاعونا. طبعا الفاسيليتيز بالSAE للاوديو في عندنا 6 استوديوهات فولي ايكويبت باحسن الايكويبمنت اللي موجوده بالاندستري. في عندنا استوديوز حتى الانجينيرز القدام والعالميين ما صح لهم يفوتوا على بعض منها زي النيف 88 استوديو. هاي الست استوديوز الطلاب تاعونا بتعلموا عليهم كاملين حسب تسلسل الموديولز تاعونهم. إذا الطالب بيقدر يشتغل بهاي الاستوديوز ممكن يقدر يشتغل بأي محل، ما رح يواجه أي مشاكل لأنه بالنهاية المبادئ كلها متشابهة. بس اللي عنا التركيز مش بس على الاستوديوز، لأنه الاستوديوز جانب عملي. الطالب لما يدرس الأوديو رح يتعلم طبعاً الاستوديوز، بس لكن رح يتعلم على كتير سوفتويرز مختلفة أو برامج أوديو مختلفة منتشرة كتير لليفل برو، زائد زي ما حكيت قبل النظريات العلمية للأوديو. كل هاي العمليات رح تتاخد وتتجمع مع بعض بطريقة متسلسلة صحيحة ورح تتطبق عشان الطالب يطلع من هون جاهز بالعلم والكرياتيفيتي تاعه أو مستوى الشغل تاعه حتى يقدر يشتغل بالإندستري. آخر إشي رح أحكي عن المجالات العمل الموجودة بعالم الأوديو. طبعاً عالم الأوديو عالم كبير كتير زي ما حكيت هلأ، فيه مجالات كتيرة، ونفس الشيء المجالات العمل مختلفة وبتتنوع. ممكن بعض الأشخاص يكونوا ميالين أكثر للشغل بالميوزك برودكشن، بيكون مثلاً جاي من باكراوند موسيقية، فممكن أنا أحب أروح أشتغل بالستوديوز اللي صارت هلأ متواجدة عندنا بكثرة. ممكن الطالب لما يخلص يكون عنده الستوديو الشخصي تاعه، وهذا إشي كتير كومن بعالم الأوديو إنه كل شخص لازم يصير عنده أتليست بالبداية بالبيت سيتاب خاص له، لأنه مجال الأوديو بتطلب إنه الشخص يحوله لأسلوب حياة لايف ستايل. أنا ما عم باخد أوديو بس هيك تسلاقي، لا، هو أسلوب حياة، تصير شخصية الشخص داخلة بالأوديو. فكل شخص رح يصير عنده هذا السيتاب بالبيت. ممكن أشخاص تانين يتوجهوا لمجال الفيلم أكتر، هو مجال كتير كبير هلأ منتشر زي ما حكيت. كل الأفلام اللي بتتصور أو المسلسلات رح تحتاج تيم أوديو،
رح تحتاج تيم اوديو على الموقع للتسجيل، ورح تحتاج تيم اوديو للبوست برودكشن ازن الاوديو بعد الانتاج اللي هو المكساج والاديتنج وعمليه البوست برودكشن الكامله تاعت الاوديو. ممكن اشتغل بالجيمز برضه، هلا في عم يصير عندنا شركات جيمز كثيره. ممكن اشتغل بالاذاعه، بالبث الاذاعي التلفزيون. ممكن اشتغل برضه مجال كثير منتشر لوكيشن ريكوردينج، اسجل بالمواقع. وكمان ما ننسى اللايف ساوند فيلد اللي هو حكيت لكم هلا عم بيكون من اكبر الفيلدز. صار عندنا كثير شركات ذات تيكس كير اوف لايف ساوند، فهذا مجال كثير حلو كثير ممتع وبيعطي خبره كثير عاليه بالشغل. طبعا بداخل هاي المجالات المختلفه تاعت الشغل بدخلها مجالات داخليه، يعني ممكن انا اتوجه بس كمتحكم ببرامج داخل استوديو اتليست كبدايه. ممكن انا ما بدي اكون المهندس اللي بسجل او اللي بيعمل ميكسينج، انا ممكن اكون المهندس اللي بتحكم بالبرامج. ممكن اتخصص بالتسجيل، ممكن اتخصص بمجال الاكوستكس مثلا، اشتغل بشركه او افتح شركه تصنع عزل ومعالجه للاستوديوهات. في فرص كتير كبيره متاحه بالاردن لهذا المجال، لانه هذا المجال مع انه متواجد ولكن عم بكبر شوي شوي، والطلاب تاعونا فرصتهم هلا انه يبنوا هذا المجال كمان بالطريقه اللي هم بدهم اياها ويوجهوه بالطريقه اللي هم بدهم اياها. فهي فرصه ذهبيه. ان شاء الله اكون جاوبت على اتليست بعض الاسئله اللي عندكم، وشكرا. والله انا وابوها حابين انها تدرس هندسه. هندسه؟ انا ما بدي ادرس هندسه. هاي العده خصوصي اشترتها للهندسه. شايفه ابراج وعمارات عمان؟ هي كلهم راح تعملهم، حتى ابراج كمان هي راح تكملهم. بكفي يختاروا لي شو ادرس. انا حابه ادرس انيميشن، بدي ارسم شخصيات 3D واحركهم. دراسه الانيميشن ممتعه وفيها فن. سجل الآن بتخصص الرسوم المتحركة في SAE قسم وسائل الإعلام الإبداعية في كلية لومينوس، أو سجل بأحد التخصصات التالية. حمستيني أروح أشوف البنت. وين العمارات والأبراج؟ مو شايفيتهم؟ دول السكان. Thank you Mr. مهند بورشي، رئيس قسم فنون إنتاج الصوت بSAE Institute. خبرنا على السبع مجالات المختلفة بهذا التخصص الواسع، تنوع فرص العمل فيه. أما هلأ رح يكون معنا مستر سامي عوض الله، بيكون رئيس قسم الأنيميشن أو الرسوم المتحركة بSAE. رح يخبركم أكثر على محتوى هذا التخصص، فرص العمل يلي رح تكون متاحة للطالب يلي حابب يسجل فيه، ولكل الناس اللي عندها هيك موهبة رسم وحابة إنها تعزز هاي الموهبة. أكيد فيهم يسمعوا أكتر من مستر سامي شو هو المحتوى الدراسي لهذا التخصص وشو الأشياء يلي رح يمروا فيها خلال دراستهم. لحظات كتير قليلة ورح يكون معكم مستر سامي. أهلا وسهلا بالجميع، بنرحب فيكم بالSAE وبالذات بقسم الأنيميشن. بداية يعني حاب أحكي إنه قسم الأنيميشن وزي باقي الأقسام الثانية هي عبارة عن أقسام غير تقليدية بتخصصاتها مختلفة عن معظم التخصصات الموجودة في الجامعات، وبتحتاج هاي التخصصات يعني نوع من الشغف، نوع من البوتنشال الموجود عند الدارسين فيها. طبعا هي التخصصات لها مستقبل بالايام الحاضره وانتشارها واسع جدا. موضوع الانيميشن بالذات موضوع او يعني هو تخصص متنوع، بيبدا بال2 دي انيميشن، ال3 دي انيميشن، الكات اوت، في عندنا الموشن جرافيكس بالاخر. معظم الفضائيات والجيمز والافلام عم تستخدم الانيميشن في منتجاتها. هلا هذا المتخصص بهذا المجال فرصه أنه يلاقي شغل سواء داخل الأردن أو خارجها سهل جداً. بهذا المنوال إحنا بقسم الأنيميشن عم بنحاول أنه نجهز الطالب لهذا الإشي. بداية الأبروتش اللي عندنا في التدريس شوي يعني حاب أذكر شغلتين في متميزات حتى كل طالب بده يدرس عندنا يعني يعرف انه احنا بنمشي بهذا النسق. اول شيء موضوع
الطالب عم بيتعلم فن الانيميشن باستخدام واحد من برامج الانيميشن. ربما في اماكن ثانيه عم بيدرسوا الانيميشن بيدرسوا حقيقه هو سوفت ويرز، احنا عم ندرس فن الانيميشن البرنسبلز اللي فيها، كيف تستخدم التكنيكس، كيف تطلع تكنيكس خاص فيك، ايضا كيف تستخدم التولز والكومانس الموجوده في اي سوفت وير اخر. يعني انا ممكن ان اطبق الانيميشن الموجود في ال2 دي انيميشن على ال3 دي انيميشن على الكات اوت على ستوب موشن على الموشن جرافيكس نفس المبدا. بنفس الوقت ممكن انا استخدم هاي المبادئ وهذا التكنيك على اكثر من سوفت وير. انت هون عم تتعلم باستخدام واحد من السوفت ويرز واللي هو مايا او اوتوديسك اللي هو يعني من شركة اوتوديسك. اللي بيستخدم مايا ممكن يستخدم برنامج ثاني بس انه يعرف الكوماندز والتولز اللي فيه، لكن مبدا الانيميشن هو اللي راح نركز عليه داخل الكلاسز. هذا اول شغله في الابروتش الموجود عندنا في في الكلاسز. هلا الابروتش الثاني انه الاساس اللي عندنا هم انفولد الصراحه بالاندستري بشكل عملي من سنوات وهم اكسبرتس، يعني هم بيحاولوا يعلموك جزء منها المعرفه الاكاديميه بلس التجربه العمليه اللي عملوها في حياتهم وما زالوا على تواصل نحكي مع العاملين والشركات اللي بتشتغل في هذا المجال حتى يقدروا يقدموا للطالب آخر التطورات اللي صارت على هذه الصناعة. ويعني حتى البرامج الموجودة على أجهزة الانيميشن ديبارتمنت البرامج بتكون تقريبا آخر إصدارات ستيبل. يعني لنفترض مايا، احنا بنشتغل في مايا 2018 وممكن 2019. هلا ليش مش 2020؟ لانه عاده الاصدارات تظهر في البدايه بمشاكل وبتحتاج 6 سب فيرجنز تطلع حتى تستقر، فاحنا ما بنقدر انه نخلي الطلاب او الاساتذه يشتغلوا على برامج الاستيبيليتي فيها ضعيف. لكن اخر اصدار بكون ستيبل الطالب عم بيشتغل فيه بلس التكنيكس المستخدم هو آخر تكنيكس تقريباً الناس عم تشتغل فيه. المنهاج تبعنا هو بيعتمد على البروسيس اللي ماشي في الاندستري. يعني بداية الطالب بده يتعلم كيف يكتب القصة، فرح يأخذ فيه عنده مساق في السكريبت رايتنج، بعدين في الكونسبت آرت كيف يرسم الكاركترز، كيف يرسم المشاهد المتوقعة تصير معه. بعد هيك بيبدأ بالمودلينج، وهذا اللي بيصير في الاندستري برودكشن. بيبدأ يعمل الموديل تبع اللوكيشن، الموديل تبع الكاركترز حسب التكنيكس المتبع أو أي تكنيك هو بفضله وأي برنامج حتى هو بفضله، لكن إحنا عم نستخدم برنامج محدد يعني لازم نستخدم برنامج واحد، لكن بالآخر البرنسبل والتكنيك زي ما حكينا ممكن ينطبق على أي برنامج. بعد المودلينج بدا يضيف التكسر والشيدرز اللي هي الماتيريال الموجوده على السيرفيسز تبعت الاوبجكتس، والطالب بيتعلم بشكل عملي في هذا الموضوع. بعد التكسرينج بدا يشتغل على تحضير الكاركتر للتجهيزات، يعني تجهيزات الحركه بسموه ريجينج سيستم، اي بنعمل نظام حتى يجهز فيه الكاركتر للحركه. بعد الحركة بدأ يتعلم كيف يعمل أنيميشن وحرك هذا الكاركتر، تعلم البيسك أنيميشن، يفهم البرينسيبلز الدارجة واللي متبعة في الاستديوهات، بلس ممكن يتعلم بعد هيك البادي ميكانيكس أنيميشن كيف يحرك الأوبجيكتس مع الفورسز تظهر في هاي الحركة، وممكن يدخل أدفانس بوركشوبس خاصة أو ب كورس خاص كيف يبين الايموشن تبع حركه الكاركتر من خلال الاكتنج انيميشن. بتعلم الطالب طبعا عندنا كيف يبني فيجوال افكتس او يضيف فيجوال افكتس للمشهد داخل برامج 3D، وكيف يضيف اللايت ويخلق مود معين وثيم معين للمنتج البرودكشن، برندره بالاخر الرندر هات طبعا
لازم يكون ضمن مواصفات وريستريكشن معينة بجمع الريندرز الموجود بالآخر، وإذا كان في نواقص من فيجوال إفكتس تانية لازم يضيفها من برامج أخرى، لازم كمان تنضاف في هاي المرحلة حتى يستطيع الطالب بالآخر أنه يعمل شورت موفي. الشورت موفي ممكن يكون إشي سيمبل، ممكن يكون إشي معقد، بيعتمد صراحة على مهارة الطالب. هلأ الأنيميشن هو سكيل زي أي سكيل ممكن أي بني آدم أو أي إنسان يتعلمها، مهارة زي أي هواية محتاجة إنك تعمل براكتس ممارسة يومية، لأنه اللي أنت بتتعلمه هو عبارة عن كارير راح تحمله طول حياتك، والكارير هذا مش مجرد هو النوليدج والسكيلز راح تعرفها وبس، صراحة هو راح يخلق نمط حياة إلك، راح أنت تتعايش مع حد حتى بطريقة تفكيرك. يعني أنت راح تصير تشوف الأنيميشن فيلمز بطريقة مختلفة عن اللي بيشوفها بقية الناس، راح تنتبه لديتيلز الناس ما عم تنتبه لها، راح تبني سنس أوف آرت عندك مش موجود لغير الأنيميتر، راح تصير تشوف وين العناصر الحلوة في المشهد وين العناصر اللي مش حلوة في المشهد، حتى أنت ممكن تصير تعمل زي بريك داون لكثير من المشاهد اللي بتشوفها حتى تعرف كيف انبنت. كل هذا المفروض أنه من خلال تعلمك داخل الـ SAE في قسم الأنيميشن تبدأ تبني شوي شوي، يعني تبدأ تتعلمه ويصير جزء من طريقة تفكيرك وطريقة حياتك، وتشوف في الآخر كيف أنت ممكن يكون لك بصمة خاصة فيك. أتمنى يعني أنه يكون الفكرة اللي طرحتها الآن كيف أنه نعطي هذا العلم أو الفن في الأنيميشن يكون واضح لكل الطلاب، وإحنا حريصين أنه طلابنا بنحاول يعني أنه الطلاب بيكونوا بمستوى أنه يقدروا يشتغلوا في شركات ثانية، شركات عملية من بداية تخرجهم، لكن هو بالآخر بيعتمد على الطالب أيضاً قد إيه هو يعني مستعد أنه يشتغل بهذا الموضوع على نفسه، كيف يعمل براكتس أعلى، كيف يعمل ريسيرش أكثر، كيف يكون هو منافس قوي جداً ومستعد أنه يصير ماستر في هذه الصناعة. وشكراً لكم. Thank you, Mr. Sami. Mr. Sami خبرنا على الأنيميشن. اللي راح عليه هيك شوي من شرح الأستاذ سامي على تخصص الأنيميشن أكيد بيقدر يرجع على الفيسبوك بيج تبعنا ليشوف اللايف مرة تانية. أما هلأ راح يكون في عنا جولة افتراضية مرة تانية مع مستر زيد ديب يلي هو بيكون مدير الإرشاد المهني، عرفنا عليه في بداية هذا الـ Virtual Live. And we are ready. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم في SAE عمان قسم وسائل الإعلام الإبداعية في LTUC. أنا اسمي زيد ديب، أنا مدير الإرشاد المهني، وحاب اليوم أخذكم في تور بالكامبس تبعنا. الكامبس تبعنا تم افتتاحه سنة 2007، ومن 2007 لليوم ونحن نختص في برامج الميديا الإبداعية. SAE في البداية هي International Institute، بدأت في سيدني في أستراليا سنة 76، وبعمان نحن بنقدم 6 تخصصات في وسائل الإعلام الإبداعية بشكل عام، ومن الأمثل عليها صناعة الأفلام، تصميم الميديا الرقمية، فنون إنتاج الصوت، والرسوم المتحركة. هاي السنة وتجاوباً مع أحداث عم بتصير معنا مع كورونا، قررنا نستجيب لسوق العمل عن طريق إنه نقدم تخصصين جداد لأول مرة يطرحوا في سوق العمل. التخصص الأول فيهم هو تخصص تصميم الألعاب الإلكترونية وبرمجتها، أما التخصص الثاني فهو الواقع المعزز والواقع الافتراضي أو AR وVR. أهلا وسهلا. أوكي، حاب أفرجيكم هلأ شوية من القاعات التدريبية الموجودة عندنا في SAE عمان. في عنا 11 قاعة تدريبية مثل اللي احنا شايفينها هلا قدامنا، وبما انه واحدة من اكبر مميزات SAE اللي هو التدريب العملي او الفوكيشنال تريننج زي ما احنا بنسميه، كل القاعات مجهزة باجهزة ماك واجهزة ويندوز اللي تساعد كل الطلاب يشتغلوا على جميع انواع البرامج الموجودة في سوق العمل. في اكثر من 30 حزمة برامج متوفرة عندنا في الكلية الجامعية تبعتنا، وكلياتهم نفسهم الموجودين في سوق
العمل. كل الطلاب بكونوا بداية من فصل الدراسة الأول لهم بيشتغلوا على هاي الأجهزة، وبكون الأستاذ فاتح نفس السوفتوير على الشاشة قدامه لحتى يقدر الطالب يطبق تطبيق عملي أثناء محاضرته. أكثر من 200 جهاز كمبيوتر متوفر، وزي ما حكينا 30 حزمة برامج مختلفة. هلأ عم ننزل على الطابق الثاني من الكامبس تبعنا. بهذا الطابق في كل الإكويبمنت، الاستوديوز ولومينوس برودكشن اللي حنحكي عنها أكثر كمان شوي. في وراي هنا الستودنت وركشوبس اللي هي أي الأجهزة الكمبيوتر اللي الطلاب بيقدروا يشتغلوا عليها في أي وقت. على شمالي في لومينوس برودكشن اللي هي واحدة من أهم البرودكشن هاوسز الموجودة في الأردن. أنتجوا تي في سيز لكتير شركات مشهورة، وبالمناسبة أطول وأضخم عمل دعائي صار بالأردن صار عن طريق لومينوس برودكشن. هلأ كطالب ميديا أو طالب فيلم أو أوديو أو حتى أنيميشن ممكن تحتاج لإكويبمنت كتير، كاميراز، لينسز، كيبلز، مايكس، ممكن حتى تحتاج تحجز واحد من الاستوديوز الموجودة عندنا. في عندنا 16 استوديو ولايف روم موجودة بهذا الطابق. موجود على يميننا الإكويبمنت روم اللي هو في عندك أنت كطالب SAE أونلاين بوكينج سيستم، من خلاله تحجز أي إكويبمنت وأي استوديو تحتاجه للبروجكتس تبعتك ولحتى تنجح فيها. هلا رح نفوت على واحد من اهم الميكسرز الموجوده مش بس بالاردن، بالعالم كلياته. الميكسر اللي موجود وراي هلا هو النيف 88 او اس. النيف هو يعني من احسن اذا ما كان احسن ميكسر موجود في العالم كلياته. هو انالوج ميكسر فيه 48 شانلز. ايش يعني 48 شانلز؟ يعني تقدر تحط فيه 48 انبوت. باختصار اوركسترا صغيره ممكن نحطها باللايف روم الموجوده قدامنا ويعزف ويعملهم إيديتينج بنفس الوقت. اشتغلوا عليه ناس كتير مشهورين بالعالم. على سبيل المثال في عندنا مايكل جاكسون، ممكن The Beatles كمان اشتغلوا على ميكسز كتير قريبة ومن نفس الشركة اللي موجودة قدامنا حاليا. رح نفوت هلأ على ديجيتال ميكسر، على العكس من الأنالوج ميكسر اللي كنا عنده. واحد من أكثر الديجيتال ميكسرز popular بالبرودكشن هاوسز اللي حوالينا اللي هو الياماها أوتو أر. الياماها أوتو أر هو ديجيتال ميكسر حجمه بيجي أصغر بكتير من النيف 88RS. 24 channels only زي ما أنتم شايفين حاطينه ب 5.1 جينيليك سيستم، يعني كان 5 سبيكرز و 1 سب هوفر. بيستعملوه كتير مهندسين الصوت بالفويس أوفرز وكيف يضيفوا الساوند إفكتس للأفلام والمسلسلات اللي نحضرها. على فكرة معلومة صغيرة، 95% من الأفلام والمسلسلات اللي نحضرها الصوت فيها رجع تسجل مرة تانية في controlled environment زي هيك. أوكي، نحن موجودين هلأ في الجرين سكرين ستوديو في SAE. واللي ما بيعرف شو السبب من هذا الاستوديو هو بكل بساطة إنه نغير الخلفية الموجودة ورانا. بيستعملوه بشكل كتير كبير في جميع الأفلام السينمائية، في المسلسلات وحتى في التصوير الفوتوغرافي. مجهز بكل الإكويبمنت البروفيشنال المطلوبة لحتى يستقبل أي بروفيشنال برودكشن، من الكينو فلوز لأي من الإكويبمنت اللي موجودة بالإكويبمنت روم واللي شفناها قبل شوي. كمان هذا الاستوديو اللي كنا فيه هلا مشبوك دايركتلي باللايف برودكاست روم. اللايف برودكاست روم هي غرفة البث الحي المباشر اللي بتكون موجودة في جميع التلفزيونات والإذاعات التلفزيونية وغيره. اللايف برودكاست روم مزودة بأوديو ستيشن، دايركتنج ستيشن وإيديتنج ستيشن. ومن هنا بتكون خلصنا أغلب الاستوديوهات الموجودة عندنا في SAE، شفنا أهمها ومنستناكم أكيد تزورونا لحتى نفرجيكم استوديوهات أكثر. وقبل ما نختم اليوم حابة أشكر كل حدا تابعنا، وإذا في عندكم أي أسئلة أي استفسارات وحابين إنكم تيجوا تشوفوا كليتنا أكيد بتشرفونا بزيارة، وفريق من المرشدين المهنيين رح يكون جاهز إنه يجاوب على كل أسئلتكم واستفساراتكم. وآخر شيء حابين نخبركم إياه إنه كل شيء حضرته اليوم بالفيرتشوال أوبن داي كان مصور لايف وبالجرين سكرين يلي شفتوه بالفيرتشوال تور. أما هاد فهو البرودكاست ستوديو يلي اشتغل فيه فريق العمل. Thank you for watching.